السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. إزيكم؟ وحشون، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزغليل غرقانة في المية بتاعتها، مش عارف ده إسهال ولا الأهالي بتكب عليهم مية، معرفش. الفرشة عشان محدش يقول ان انا ما بغيرش الفرشة او مش اخد بالي منهم، هو انا مغيرها اول امبارح بامانة. لما لقيتها فيها بلل بسيط شلت الطاجن بحاله وغيرته، حتى التحديق اهو، تحديق الخشن ده. المية هي مية صافية خالص، ما فيش فيها الا البراز بتاعهم يعني خفيف. الزغليل اكلة كويس اهو، اكلها يعني ايه، لبة، نقول ايه، جامد شوية. الحالة دي متكررة بقالها فترة عندي. بعطي في الايام الحر محلول معالجة الجفاف ده، هنا برضه اهو الزغاليل دي. شوف حتى الاهالي مع كوكين من الطاجن بتاعهم اهو، واضح. جيب الطاجن كده بره، بس ده برضو بداية البلل. شوف حضرتك البلل عامل ازاي فيهم، متلبنين كويس. الاهالي ساقينهم مية كتير، انا بقول دي مية اللي هم الزغاليل بيعملوها، واخدين مية كتير ما شاء الله. طبعا ايه، هغير الطاجن ده. حتى انا من كتر ما زهقت من الحكايه دي بقيت اشيل الزغاليل واحطهم كده على ارضيه السلاكه بالشكل ده، يبقوا ناشفين. بحطهم كده ان هم ما يبقوش مبلولين. الطاجن بتاعهم اهو مبلول خالص اهو، برضه هشيله واسيب لهم الزغاليل في الارض كده عشان ما يتبلوش برضه بنفس الوصف ده. هنا برضه تقريبا في نفس العمر او اكبر يوم ولا حاجه، انا مغيره امبارح. لو شفنا برضه ايه، فيه رطوبة بسيطة هنا، لكن ده حالته اقل شوية، لكن برضو هغيره برضو، او بالكتير يتغير بكرة مش اكتر من كده. بس شوف حضرتك الاهالي مديهم مية كتير، وده كويس عشان الجو اللي احنا فيه يعني. لكن موضوع غرق الزغاليل في ميتهم ده موضوع جديد. وهنا كمان جوز زغاليل فيهم واحد لسه صاحي اهوت، والتاني مات، ميت نايم على وشه اخد وضع السجود. وهنشوف زي ما هنشوف دلوقتي الاكل متحجر يعتبر في حصلته. الاهالي ملبنينه كويس اهو، نايم على دماغه كان واخد وضع السجود. حجمه ما شاء الله كويس واكل كويس، لكن برضو مبلل بالمية، غرقان في ميته برضو، والطاجن مبلول زي ما حضرتك شايف كده. حضرتك المية دي كأن مربي فيها أرانب أهو، دي ميتهم مش مية مكبوبة. ده الجزء اللي هو القص ده اللي هو كان أكتر حاجة، تمام. زغاليلهم يعني إيه، مش قوي، لكن هم جسمهم برضو تعك تاني أهو، بعد ما كانوا نضفهم جسمهم برضو في بلل، تمام. دي اكتر حاجة. هنا برضو الدرج ده اللي مفيش معاه زغاليل، هنا برضو هو السلاكة الخشب دي بقى حاجة جديدة، طاجن مش مبلول يعني ولا حاجة، هو بلل خفيف والزغاليل بتموت تاني يوم او تالت يوم بالشكل ده. تلاقي الزغلول ازرق، هو جسمه ازرق خالص اهو، معرفش دي سموم دي ولا ايه، لكن الموضوع ده مات حوالي 5 تجواز زغاليل يعني بالشكل ده في نفس السن ده. تلاقيهم مبططين كده كأنه ميت من مدة، لكن هو امبارح كان تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العلاج مع الزغلولين دول لازم يكون دقيق وكالآتي: كل واحد فيهم بتديله 0.25 سنتي اندكلوست بيطري في الفم مباشر، مرة يوميا لمدة 5 أيام. وعلى مسقى الاهالي اللي بيأكلوهم هتحط 1 سنتي اندوسولفونيل بيطري لمدة 4 أيام، العلاجين مع بعض. السلام عليكم.
والله يا باشمهندس أسامة مش عارف أشكرك إزاي. ده منظر الزغاليل، حضرتك فاكر الفيديو اللي بعته لحضرتك قبل كده؟ هتلاقيه موجود في المحادثات، إن البلل اللي كان في الطاجن والزغاليل كانت بتموت. حضرتك عطتني العلاج ده وبسم الله ما شاء الله الحمام الزغاليل بدأت الزغاليل، يعني مش عارف أقول لك إيه، أنا عمري ما شفت الزغاليل اللحم بالحمار ده. زغلول اللحم الدموية جرت فيه أو جرت في عروقه زي ما بنقول، أهو بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الزغلول كده بقى لونه أحمر. طب هقول لك العلاج اللي حضرتك قلت لي عليه، قلت لي اندكلوست ده ربع سنتي في فم الزغلول لمدة 5 أيام يوميا ربع سنتي، واتتني اندسولفينيل 1 سنتي للأهالي لمدة 4 أيام، لأن برضو كان في درج السلاكة كان في مية، والحمد لله النتيجة مبهرة. ده اللي شجعني إن شاء الله إن أنا هطلب الجدول الوقائي الشهري، رغم إن هو مكلف عليا، لكن إن شاء الله نمشي بالجدول بتاع حضرتك الجدول الوقائي. لو في أي ملحوظة تقدر تقول لي عليها كمان، أنا يعني إيه أنت أستاذنا الكبير وأنا همشي مع حضرتك يا باشمهندس أسامة في كل حاجة بإذن الله وبالجدول الوقائي بتاعكم الشهري. الحمد لله الحمد لله، أخيرا بقى عندنا زغاليل، زغاليل محترمة. كانت الزغاليل ما كانش بيطلع عندي زغلول ينفع طول فترة الصيف اللي فاتت دي بسبب الإسهال المائي في وبلل الطواجن دي. بداية الحمد لله بدأنا ان احنا نطلع زغاليل فعلا يتقال عليها زغاليل حمام لاحم، وربنا يبارك لك يا باشمهندس اسامه. بس ليا طلب عند حضرتك او للشركه المنتجه ان هو يكون لنا موزع في دمياط، يخدم دمياط ويخدم بورسعيد مثلا. وفي طلب تاني كمان ان الشركه توفر عبوات صغار المربين او صغار المنتجين اللي هم ناس عندهم 5 أسوس 10 أسوس. نتمنى ان الشركة توفر لهم ابوات اللي هي 50 سنتي لو امكن، بقدر المستطاع انها توفر لهم الابوات اللي هي 50 سنتي، يكون ممتاز جدا جدا جدا، لان دي الفئة او الناس اللي هم المتابعين بتوعنا اللي هم محتاجين اكتر العبوات الصغيرة دي. ممكن ناس كتير قوي ما تقدرش تشتري العبوات اللي هي 100 ملي، فبيكون بالنسبة لهم 50 ملي ممتازة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.